ايوه يا ابني، ما بتردش عليا ليه؟ اهو انا هنا ستهم معاكي. اسمع الكلام اللي هقوله لك وركز فيه كويس. في بنت كده بتعس وراي، جت هنا اول امبارح وقابلت امي. انا عايزه اعرف البنت دي مين ومين اللي وراها. طب في اي مالو عنها؟ داتا لا مؤاخذه، كل اللي اعرفه انها جت اول امبارح وهي طويله وشعرها بني واسمها نرمين. تمام يا ستهم، اعتبر قصه حياتها تحت رجليكي. سلام. والنبي لايق عليك اسم نرمين ده. شفت قلقت ازاي عشان تبقى تصدقني؟ مفيش راجل يصدق مرة. براحتك، المهم هتقول لها ايه؟ والله العقل بيقول واحدة جايبة لها عربية منغنغاني. هبص للكام ملطوش اللي انت هتديهمني. ما هو لو شغلت عقلك ده شوية هتعرف ان اللي تعمل معاك كل ده يبقى عندها قد ويجي 200 مرة. مش احنا بقى اولى بالليلة دي كلها ولا ايه؟ يلا يا بنتي، يلا عشان تاكلي ليك لقمه. طب انا عندي ليكي خبر حلو. عارفه شوقي والصباق جيراننا اللي هنا، هو بيشتغل في شركه سياحه من اللي بيسفروا الناس حج وعمره. الشركه بقى بتاعتهم بتوزع عليهم كل سنه شويه دعوات كده لوجه الله. أما هو بقى جه خبط عليا وياخد مني الباسبور عشان هيجيب لي التأشيرة. الكلام ده امتى؟ عمرة مرض النبي. الله، وزياد هيقعد مع مين إن شاء الله؟ أنت بقى تقعدي مع اليومين دول. السفرية اللي أنا نفسي فيها من زمان. هو أنت يا ماما بتتصرفي من دماغك؟ أنت عارفة ظروفي إيه؟ سفر إيه دلوقتي؟ مش قبل ما تعملي حاجة زي كده تسأليني؟ أنت اللي زعلت في حاجة زي كده. أنا مش هاخد منك مليون. يا ستي الموضوع مش موضوع فلوس. ماما بقولك إيه، قفلي على الموضوع ده، لا في سفر ولا دياوله دلوقتي لغاية أما أقولك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تعرفيش ناني هتيجي إمتى؟ لا ما أعرفش. ناني. هاي. Very nice to meet you. Me too. همشي أنا بقى. أوكي. إيه ده؟ أنتِ خدتي خلاص على حفلات نريمان ولا إيه؟ أبداً والله، أنا جاية مخصوص النهاردة علشانك. بجد؟ بجد، وجايبة لك شوية حاجات أحطها لك في العربية. تعبت نفسك ليه؟ تعبت نفسي؟ دي أقل حاجة أعملها بعد اللي أنتِ عملتيه معايا. أنا ما عملتش أي حاجة. لا عملتي حبيبتي، دي علامات إحنا بس ما بنبقاش شايفينها. عندك حق، بس على الله ذوق يعجبك. طبعا هيعجبني، تسلمي لي. وبعد كده مفيش ولا بيزنس ولا شغل هدخله غير لما أنت تبقي معايا. وأنا تحت أمرك. عايزة أقول لك إن نريمان دي أصلا كل أسبوع لازم تعمل عيد ميلادها بنفس الناس، بنفس الديكور، بنفس كل حاجة كده. كل أسبوع؟ كل أسبوع. إنفلونسر بقى، هتقولي إيه؟ صح عندك حق. أنا يا دوبك هتحرك. ليه كده؟ خليكي. معلش عشان ألحق مشاويري، أنا جاية مخصوص عشان أديكي شوية الحاجات دول. حبيبتي. لو عاوزتي حاجة كلمي. أنتِ لو عاوزتي أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يخليكي ليا. باي. باي ازيك يا شاهي؟ ازيك يا بنت ابويا؟
عاش من شافك. يعني ترجعي مصر وتشتغلي وتعملي الهايلمان ده كله وما تسأليش على أختك الوحيدة تيجي دي؟ بذمتك يا شاهي، يعني انت زعلانة ان انا ما سألتش عليكي ولا زعلانة ان مالكيش مصلحة في الهلومة اللي بتقول عليها دي؟ تعرفي عني انا كده؟ خالص شهيرة، احنا اكتر اتنين عارفين بعض كويس جدا. انت بقى اتصدمتي لما لقيتي ان اختك شهرة وسمعة وسلطة وفلوس وانت مالكيش اي حاجة. يا حرام، زمان كنت بتبيعي البيعة وتقبضي على طول وانا زي الدبيحة واقفة بتفرج، انما النهاردة البيعة بعيد عنك. يا حرام، غلبانة يا شاهي. الله، والله وطلع لنا حس وايد بتعرف تاخد حقها كويس جدا وضوافر تخربش اي حد يحاول يقربها. بقولك ايه يا شهيرة، خليكي بعيد عني احسن، وخلي اللي في القلب في القلب بدل مكلك. سلام يا بنت ابويا. مش تقولي انك جايه كنت عملت حسابي. هتعمل حسابك هتعمل ايه يعني؟ هتجيب لي فرقه حسب الله تزفني وانا داخله؟ وطبل وزمر ونقب فلوس العملاء كمان. اذا كنت هتنقط انا موافقه. اشربي ايه؟ لا ميرسي، انا جايه مستعجله قوي. احب انا الست اللي ما عندهاش وقت تضيعه، وانا احب الراجل اللي ينفذ اكتر. جربيني. مليون عادي. اخضر كده يبقى خطر عليكي وتسلمي نفسك. انا عشان كده جيت لك. سلمي نفسك ليا وده اخطر. موافقه، بس عشان عارفه انت ممكن تعمل ايه. بصراحه انا جايه اخلص بهدوء من غير دوشه. جيت الشخص الصح. قضايا من النوع ده انت كنت فاكره ان هي ممكن تاخد قد ايه؟ ده كويس قوي ان هي جت على قد 6-7 شهور ما دام عيشه، ويا ريته بفايده. للاسف بقى الشيك اللي انت بتقولي عليه ده ما ظهرش، ملوش اي اثر. كشف الاحراز قدامك اهو، تقدري تبصي فيه. الكشف فيه كل الحاجات اللي تم التحافظ عليها في فيلا سالم وشركته وعقاراته زي ما انت شايفه قدامك. شويه اموال على مجوهرات، على عقود اراضي وشاليهات في كذا مكان، والباقي بقى كله اوراق تخص الشركه. انا متاكده ان الشيك كان مع مدام فريده. يا عيشة، الشيك ده لو كان موجود بالرقم اللي انت بتقولي عليه ده كان هيعمل دوشه كبيره جدا. شيك برقم مبالغ فيه زي ده ومش معروف مصدره كان هيفتح باب كتير قوي لقضايا في حق سالم بيه. يعني كسب غير مشروع بقى على تحفظ ومصادره، يوه موال كبير. امال هيكون راح فين؟ انا بقول ممكن تكون فريده هانم سافرت وصرفته. ما حصلش، انا اللي حجزت التيكت والجريمه حصلت قبل كده. يا ستي سلمته لاي حد؟ مش انت بتقولي ان هو اللي حامله؟ دي كانت بتشك في صوابع ايديها. حد مين؟ يعني ايه لسه؟ معلومه باتنين جنيه هتقعد سنه عشان تجيبها لي؟ ماليش فيه، الليله دي المعلومه تبقى عندي. شغاله مع بهايم. مالك بس، ايه اللي مضايقك؟ حاجه ما تعرفش تعملها. ده على اساس ايه يعني؟ اول مره اشتغل معاكي النهارده؟ قولي بس، قولي ايه المعلومه اللي انت عاوزاها وانا اجيبها لك، عشان شكل كده الواد الهتيه ده ولا عارف يعمل حاجه. وان ما جبتهاش هعلقك تاني. براحتك، انا كنت عاوز اساعدك بس مش اكتر، مش عاوزه بلاش. طب بص بقى، في واحد جه من تايلاند من كام يوم كان جايب معاه فلوس، عايز اعرف كام. ريحه هند الموضوع ده. ايه النبهه دي؟ اه هند، اصلها كانت بتحاول تفهمني امبارح انها عرفت ان انا كدبت عليها ودي مشكله. طب ما تتنيل تعرف، احنا من امتى يعني بيهمنا الكلام ده؟ قلت لك مليون مره، البنت دي مصلحه والمصلحه دي مبنيه على الثقه. لو الثقة دي راحت المصلحة راحت، افهم بقى. ماشي ماشي، كده فهمت. هظبط لك أنا المصلحة دي، ما تقلقيش. وريني شطارتك. يبقى عليكي بقى. أول مرة يعني. بس أنت شكل مزاجك أحسن أوي النهاردة. أحسن شوية الحمد لله. الحمد لله. صحيح أنا مضيت فيلم جديد. إيه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، دور حلو ومختلف، إن شاء الله يعمل نقلة حلوة. أخبار هايلة. أنت إيه الأخبار؟ مفيش جديد، كله تمام الحمد لله. يعني مفيش جنان ولا فرقعه اليومين دول؟ لا جنان ولا فرقعه، مش كده احسن؟ احسن كتير بصراحه.
انا بشفق عليك قوي يا ريسه في الشغلانه دي. يعني الواحد اصلا لما بيتفرج على الاخبار اعصابه بتتعب، ما بالك انت بقى بتجري وراه. عندك حق، انا خلاص فهمت الدنيا المفروض تمشي ازاي ومش هجري ورا اي حاجه تاني. مش هتاكلي حاجه ولا ايه؟ لا عامله دايت. دايت يعني انا بعمل شايف كده للدور الجديد بتاعي. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني انت ايه، هتروح ولا هترجع المكتب؟ لا هرجع المكتب. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اكيد. ممكن ناخد سيلفي مع بعض؟ مش هنزلها على اي سوشيال ميديا، اي بروميس، بس يعني نفسي يبقى لينا ميموري حلوه لليوم ده وضل فاكراها. اوكي. بصي بقى يا ستي، في الاخر البنت هندي دي شغال معاها واد مهرب، وشكله كده كان داخل ببضاعه، والبضاعه ما تقلش عن مثلا مليون اخضر. انت متاكد؟ يبقى ليك يا اول مره اعمل القصه دي ولا ايه؟ داغر، الموضوع ده ما فيهوش هزار يا حبيبي. انا مسؤوليتي. يا بنت الصايعه، هو ده الشغل ولا بلاش؟ ولسه هجيب لك اقرب معهد. بقول لك ايه؟ احنا عايزين الماضي بتاعها، حاجات مش هتلاقيها على النت بتاعك ده، مخدرات، دعاره، كوكتيل من النوع ده. طالعه دي ما تجيش من اليمين، دي شمال الشمال الشمال الشمال. مدام هند، انا سلايل يا جبت. اهلا اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا ليلى؟ الحمد لله اسكت. برافو، مواعيدك مظبوطه. لا والله هو الطريق كان فاضي. كفو كويس. تشربي ايه؟ ممكن اي جوس. اوكي، يبقى جوس وانا قهوه مظبوط. حاضر بعد اذنك. ها قولي لي بقى ايه الاخبار؟ الحمد لله اولز جود. اتفرجتي على المكان وشفتي الشوروم تحت؟ بصراحه وانا ما لحقتش اشوف الشوروم، بس يعني وانا طالعه كده لمحت المكان. يجنن بصراحه وشيك قوي، تحسيه كده في روح بره. ايوه، ما احنا براند كبير بصراحه، واضح يعني ما شاء الله. تمام، قولي لي بقى ايه مشاريعك؟ هو انا غير الدراسه يعني كنت عملت كام بروجكت كده، الحمد لله عملوا فيدباك حلو قوي. معرفش بقى اذا كنت شفتيهم او لا. لا 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 شفته، بس الحقيقه ان منير هو اللي رشحك ليا الاول، هو اللي شافهم الاول. طب يا رب بقى يكون ترشيحه ده في محله. ده اكيد يا ليلى. طيب تحبي نتكلم في حاجه معينه في دماغك ولا نتكلم ان جنرال؟ هو انا اوريدي في حاجه في دماغي، بس احب اسمع منك برضو الاول. حلو قوي، خلص تشربي الجوز بتاعك واشرب القهوه وناخد تور افرجك على المكان كله والشروق. اوكي بيرفكت. ريت مشغول. انت ايه اللي جابك هنا وعرفت طريقنا منين؟ كنت متاكده اني حلاقيك راشق في اي حاجه شمال. لا تجاوز مش عايز. لاحظ انك انت هنا موجوده في بيتي. بيتك؟ ايوه بيتي، بيت بنتي. هو بيت يا هانم، بس بنتي بقى اللي بجد، بنتي اللي ما سابتش ابوها واستعرت منه. يا راجل انت مصدق نفسك؟ ده انت لو ركزت مع روحك شويه قد كده هتستعر من نفسك. ما تلم لسانك بقى، بلاش تجاوز بقى بدل ما هزقك وهينك. طب جرب كده. شاه انت جايه ليه وعايزه ايه بالظبط؟ عايزه الدكتوره ناني، مش اسمها كده برضو اليومين دول ولا ايه؟ الحكايه كده بقى. طب مش كنت تقولي من الصبح ها اسمها الدكتوره ناني زي ما سعادتك اسمك شاه؟ بس احنا اسفين يا هاني، النهارده كومبلي. كومبلي؟ طيب عايز ادخل اول واحده. مش بيعملوا معاك كده برضو؟ الحقيقه هم بيعملوا معايا اكتر من كده، بس ماشي كرميه ليكي. احنا بقى خدامين لقمه عيش نمشي وراها بالمشاوير شويه كده بقى، تستريح على ما البير اللي جوه يعني يرتاح، وبعدين تخش مطرحه. اتفضلي استريح. وات يعني بتحصل كتير. اتفضلي استريح. انا هتجنن، انا هتجنن. ازاي لغايه دلوقتي مش عارفين نوصل لها؟ ممكن تفهمني؟ عليا الحرام لا اجيبها لك عشان البصه اللي في عينك دي اللي انا مش عايز اشوفها. ده انا جبت لك اللي انا احملها.
مش هعرف اجيب دي. انا برضو مستغربه من الحوار اللي هي رمته على الشغل القديم، وانها تعرف مكاني القديم ده برضو شيء مش طبيعي. ايه الليله طيب؟ ما ترسيني عشان اسند معاكي لو في عوا انت عاملاه. رسينا بتحتتي. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. اللي تشوفيه، بس الوش اللي حاطط عليك ده بيقول ان الحوار ده كبير وان انت خايفه منه، وانا خوفي عليك انت، وربنا اللي يعلم. بقول لك ايه يا علاء، انا مش عايزه اشوف وشك غير لما تجيب لي قرارها، فاهم؟ بيحصل.